باي بي، شوكم شو اخباركم؟ بهذا الفيديو وايد متحمسة اني اشارككم مشترياتي اللي اشتريتها لرمضان لهذه السنة، سنة 2021. وقبل ما نبدأ هذا الفيديو احب اقول اللهم بلغنا صيام شهر رمضان المبارك وقيامه، واللهم اهله علينا بالامن والامان والسعادة والبركة يا الهي يا رب العالمين، واعنا على صيامه وقيام الليل وتلاوة القرآن الكريم. اللهم سلمنا رمضان وسلمه لنا وتسلمه منا مقبولا راضيا يا رب العالمين. طبعا هذه السنة حبيت ان نزين اكثر لشهر رمضان المبارك، ومثل ما عارفين ان احنا قاعدين بامريكا، فشوية عشان الاطفال لازم نعطيهم اجواء رمضان ونعلمهم رمضان وشهر رمضان وشون الصيام وشنو هي الاجواء المنزلية الحلوة. فمن ضمنها تزيين البيت بشغلات حلوة حق رمضان. طبعا اشتريت شغلات وايد، اشتريت شغلات من امازون، موقع امازون طبعا الكل يعرفه، اشتريت شغلات من محل هنا موجود عندنا بميشيغان عربي، واشتريت بعد مو اشتريت شغلات موجودة عندي من زمان كانت. فاليوم ان شاء الله راح اعرضها عليكم قطعة قطعة، وايد متحمسة لان اشتريت شغلات حلوة. وخلينا نبدأ مع بعض باول شغلة اللي اشتريتها اللي هي من امازون. طبعا ما في اجمل من تزيين رمضان اللي هو شنو؟ اللايتات اوكي، اللايتس او الاضوية مالت رمضان. جبت هذا البوكس اشتريته من امازون، هذا عبارة عن مثل ما تشوفونه، راح نفتحه مع بعض. لايت شفته كلش حلو مثل الهلال وبين نجمة، فقلت خليني اطلبه حق رمضان. صراحة لما وصلني وفتحته انصدمت، بس انصدمت بشي خير يعني مو شي مو زين، ان ما كنت متوقعة ان تكون الهلال والنجمة تكون كبيرة مثل هاي، توقعتها وايد اصغر، بس لا صارت اكبر من ما انا متوقعة. شوفوا بهذا الشكل كلش حلو، ان شاء الله راح اسوي فيديو ثاني نزين بيه البيت وانتم راح ان شاء الله تكونون معانا. صراحه هاي كلش حلوه ووايد متحمسه اني اركبها، ان شاء الله بعد يوم يومين نبلش نركبها، لان ما بقى من رمضان الا ايام معدودات مثل ما يقولون. الشغله الثانيه اللي طلبتها من امازون الا وهي ترى هذه. طبعا هاي خلينا نفتحها علشان تشوفونها وتفهمونها عدل. شفتها الصراحه هلال، قلت الله كلش حلوة تنفع حق رمضان. شوفوها مثل الحياكة او شي يسمونه هذا صوف ما ادري، المهم هذا هو. قلت كلش حلو يتعلق بالصالة، وانا ديكور الصالة مالتي بيج وذهبي، فقلت كلش حلوة ومناسبة، وشكلها وسط مو وايد كبيرة ولا وايد صغيرة. وشوفوا مثل ما انتم شايفين بيها مثل اللولو هنا، وبيها لايت، شوفوا هنا لايتات هذا، وهذا بعد على فكرة تقدرون تشترونهم بروحهم، وإذا عندكم أي شيء ثاني بالبيت مثلا هلال أو شيء ما عنده أضوية تقدرون تاخذون مثل هذا وتلفونه عليه ويصير ضوء. هذا إن شاء الله راح أفتحها اللايت هنا، شوفوا عند البطارية مالته تشيلونها ويشتغل، فحاطينه عليه على أساس يصير باللايت من فوق لتحت باللايت، فحبيته كلش حلو شكله وأنيق. ان شاء الله اذا حابين اي شيء من هاي المشتريات اللي انا اشتريتها اليوم راح احط لكم بصندوق الوصف كل اللينكات اي الروابط عشان تروحون تشترونها من امازون. اعتقد هاي الشغلتين بس اللي اشتريتهم من امازون، وطلبت بعد من امازون اللي هو المخدات، شرشف المخدات مكتوب عليها رمضان كريم، لكن الى الان ما وصلت، فاعتقد راح اكنسل الاوردر لان اليوم رحت حق المحل العربي هنا الموجود بديربان واشتريت من عنده وجه مخدات مثل ما يقولون كلش حلوات، وهسه اوريكم اياهم. هاي هنا جبتهم مثل ما تشوفون سعرهم، بعد السعر بها 3.99 يعني 4 دولارات الوحدة، مكتوب عليها عيدكم مبارك بس المهم بيها مالات رمضان، المهم هو العيد حق رمضان والعيد نفس الشيء. فجبت من عندها 4 تقريبا. هاي اكو عندهم الوان ثانيه تجي ابيض وبيها ذهبي، واكو الالوان الثانيه هيك رمضان الوان رمضان الحلوه، لكن انا حبيت استك مع الاسود والذهبي. نجي بعد عن كم شغله حلوه اشتريتها وحبيتها من هذا المحل العربي، طبعا عنوان راح احط لكم اياه تحتهم بعد بصندوق الوصف اذا حابين تروحون عنده، الصراحه شغلات وايد 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 حلوه. اشتريت هذه الشغله الحلوه، شوفوها وين تتعلق بالباب، خليني افتحها لكم. كلش حبيتها، ليش؟ لأن مكتوب عليها رمضان كريم، فحلوة حتى الكل يعرف ان عندنا رمضان وقاعدين نصوم. وهنا شوفوا مكتوب بالعربي فوق رمضان كريم،
وهنا بالانجليزي رمضان كريم، وبعد تحت هم رمضان مبارك تحت. شوفوا قاعد تبين عندكم، فكلش حلوه. راح نحطها ونعلقها بالباب برا، لان هم قد مثل ما يعني حبيتها. ليش؟ لان نفس الستايل مالتي ذهبي. حبيتوها؟ اذا حبيتوها سووا الفيديو ثامز اب. بعد شغله وايد حلوه حبيتها هناك لما رحت بهذا المحل، هاي الشغلات اللي هي بدولارين تقريبا 299. هذا الاول واحد اللي وريتكم اياه اللي يتعلق على الباب تقريبا 499، 4 دولارات و99 سنت تقريبا. يس، هذا 299 تقريبا يعني 3 دولارات. هاي مثل الستاند يتركب. هسه خلينا نفتحها معاكم. انا شفت الحركه مالتها حبيتها بس بعدني ما فتحتها، راح نفتحها سوا واقلكم شلون. شفت عندهم مثل الشيء واحد ثاني وبكتابه منها، بس الكتابه مكتوب عيدكم مبارك. بس قلت انا هذا حلو حق رمضان. شوف تحطون هاي القاعده بهذا الشكل ويصير مثل القاعده. شكت حلو. جبت من عنده 2. تدرون اني اخذت من عنده 3 بعدين انا وقاعده حاسب قلت لا رجعت 1. فكلش حلو الصراحه. اخذت من عنده 2 قطعة وايد حلو وخشب. وصراحة فلوس ابي يعني اذا تشترونها هسه راح يبقى معاكم كل رمضان ان شاء الله، يعيد علينا وعليكم يا ربي، وتحطونه وتزينون بيه البيت. اوكي خلصت تقريبا هاي الزينة اللي انا اشتريتها. اشتريت شغلة من امازون هي حق رمضان من السنة اللي طافت، اللي هي دلات الشاي والقهوة. طبعا احنا من عاداتنا برمضان بعد ما نتفطر اول شي نصلي، نتفطر هيك بتمر، بعدين نصلي، وبعد ما نصلي ونخلص ونتفطر وبعد ما نتفطر لازم تكون عندنا دلات القهوة والشاي يمنا والتمر والحلويات. هم كتبوا لي انتم هم تشربون شاي وقهوة بعد الفطور ولا لا؟ طلبت هاي الدلتين، واحدة لونها رصاصي وواحدة لونها ابيض، كلش 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 حلوات. من السنة اللي طافت انا جربتهم، يبقى بيهم الشاي او القهوة حارة مدة 12 ساعة. فاحنا دايما بعد رمضان نصير نشرب قهوة بشكل مو طبيعي، القهوة العربية هي الخفيفة، ونشرب بعد شاي، بس مرات احنا ما نسوي شاي، نسوي حليب شاي ونخليه بيه. فهاي الدلات تساعد ان نخلي نسوي بها كميه كبيره وتبقى، ومتى ما نريد نضل نشرب. فانا اخترت هاي الدلات، خليني اوريكم اياها. شكلهم يونيك، مو نفس الدلات العاديه مالت مطارات الشاي والقهوه. شوفوا جايه هنا الايد مالتها خشب، وجاي خليني اوريكم من داخل. اذا تفتحونها يجي معاها مصفى داخل عشان مثلا تخلون القهوة العربي مثلا او الشاي تخلونه هنا، تخلون الماي الحار تخلونه هنا وتخلونها وتسكرونه. وهنا شوفوا بها مصفى، بحيث انه لما تحطونها وتصبون الشاي او تصبون القهوة ما يطيح البثل مالت الشاي او مالت القهوة. فكلش حلوة ومفيدة وعملية وانصح بها. صحيح سعرها شوي اغلى من البقية بس تستاهل سعرها بها. ليش؟ لان الديزاين مالتها حلو، تحفظ مدة 12 ساعة وجربتها. واريد اقول لكم شغلة، اذا بتشترون شغلة جديدة هي المطار الجديدة، اول شيء قبل استخدمونها حطوا بها ماي حار وسكروها مدة 12 ساعة او 24 ساعة، بعدين تشبوا الماي اللي بيها وبلشوا تستخدمونها. وما يحلى رمضان الا مع الفوانيس مالت رمضان. طبعا الفوانيس انا ما مشتريتهم، عندي اياهم من زمان، جايبتهم لما كنا ايام الامارات. فعندي كذا نوع الفوانيس، عندي هاي تقريبا 4 قطع. يعني انصحكم اللي ما عندهم فوانيس لازم يشترون فوانيس الصراحه، لان حالات رمضان وتجي تحسون انه فعلا رمضان، اللي هي بفوانيس رمضان. عندي بعد مشتريه هاي، طبعا يراد لهم تنظيف لاني توني جبتهم من السنه اللي طافت ما مستخدمين. تقدرون تحطون داخلهم الشمعات، اكو هاي الشمعات اللي بالباتري، في صغار واكو في كبار، فعلى حسب الحجم شنو كل فانوس تحطوا له. هذا طبعا جبناها من ايكيا، ايكيا عندهم هذا اللون، عندهم لون ابيض، عندهم لون اسود اعتقد. بعد عندي هذا الفانوس هم كلش قديم موجود، عندي تقريبا من عنده 3 أو 4 صراحة، مو عارفة يمكن لونهم احمر، هذا يمكن اصبغهم ذهبي، ما ادري شو تقولون، لان هسه الستايل مالتي كل البيت ذهبي مع اسود، ايش دخلت الاسود مال رمضان. فكتبوا لي بالتعليقات شنو رايكم، اصبغه ذهبي ولا لا،
وهسه حبايب قلبي وصلت أنا وياكم لنهاية هذا الفيديو. أتمنى أنكم استفدتوا من هذا الفيديو إلى تلكم أفكار ولو بسيطة حق تزيين رمضان، وأتمنى لكم إن شاء الله الخير والبركة والسعادة، وربي يحفظكم وين ما تكونون، وإن شاء الله ترقبوا بالأيام القادمة راح أسوي فيديو نزين الصالة مالتي. فعلشان لا تطوفون الفيديو الجاي لا تنسوا أنكم تشتركون بالقناة وضغطون لايك حق هذا الفيديو، وضغطوا على جرس التنبيه حتى إذا نزل الفيديو اللي وراه يجي لكم تنبيه إنه نزل. كانت معاكم زهراء، مع السلامة.